حياكم الله أحبتنا المشاهدين متابعي شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، شاشة العائلة العراقية. نلتقيكم اليوم على الخير والبركة بحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم الأسبوعي، برنامج نسيم البوادي. اليوم معنا ضيوف رائعين ومبدعين، راح نتعرف عليهم إن شاء الله، لكن قبل أن نتعرف عليهم خلونا نروح فاصل ومن بعدها راجعين، وحياكم الله. بخت سيد شنت شاي اللي يرو حي، اللي يرو ميت اذا انده يرو حي. بخت سيد شنت شاي اللي يرو حي، اللي يرو ميت اذا انده يرو حي. صرت شم ذاك الاخوان يا الروحي، للمقبره بنص ليل تايد فنونه، دفنوا رغم شافوه مفتح عيونه. للمقبره بنص ليل تايد فنونه، دفنوا رغم شافوه مفتح عيونه. حياكم الله أحبتنا المشاهدين، رجعنا لكم من بعد الفاصل مع ضيوفنا المبدعين شعراء مجمع الدور السكني. حياك الله يا أستاذ، يا كل الهلا، يا مرحبا وكل الهلا بأستاذ يوسف. الله محييك. حياك الله يا حسين ومليون هلا، يا كل الهلا. وأيضا أخونا وأستاذنا أركان الشبلاوي، حيا الله أستاذ أركان، يا مليون هلا. محمد الطيب يا هلا كل الهلا، حياكم الله جميعا. أحبتنا الأكارم شعراءنا لهذا اليوم، راح نبدي بالبداية مع الشاعر المبدع يوسف السلمان. حياك الله أستاذ يوسف. الله محييك. يا مرحبا وكل الهلا. الله محييك ويا هلا. أستاذ يوسف، سولف لنا عن انتمائك للجمعيات للاتحادات. والله انتمائي يعني للجمعية الأدباء الشعبيين. نعم. في العراق اللي يرأسها الأستاذ جبار فرحان. ألف تحية للأستاذ جبار. أي واللي أنا هسه حاليا على اتحاد صلاح الدين. نعم. اللي رأسه الأستاذ الشاعر عبد الرحمن الباز. نعم، والنعم منه، تحياتنا للأستاذ عبد الرحمن. وحاليا احنا ملتقى. نعم. الأربع أعضاء بملتقى شعراء المجمع، شعراء المجمع السكني. نعم نعم. في صلاح الدين. جيد. والأعضاء هم محمد اللي ويانا، يعني محمد وأركان الشبلاوي اللي كان رئيس الاتحاد وأني عضو. نعم. وحسين الموسوي. هذه الاتحادات، هاي الروابط والمنتديات مفيدة للشعراء طبعا، اكو شغل مفيدة على ارض الواقع لو بس مسميات. لا بالعكس، مفيدة جدا، هي تنطي حافز للشعراء المنطقة. جيد. يعني اكو فعاليات على ارض الواقع؟ هي اكو فعاليات، مهرجانات. هي اماسي. هي فعلا عندنا فعاليات. جيد. وعندنا مهرجانات، واحنا داعمين لكل المواهب الشابة، المواهب الشابة اللي موجودة بصلاح الدين. أحسنت أحسنت أستاذ. إيش نسمع منك بالبداية؟ والله راح أسمعك قصيدة تقريبا غزلية. غزل، نسمع الغزل. روحي تحس بجيتك، مشتاقة لك، ما أدري هذا إحساسها، من شفت نجمات الصبح نزلت على خيوط الفجر والقمر دنك باسها. الله الله. وافترت الدنيا وطرت. اي. وطرت بأحلامي فوق من الشمس، ما ادري لحظتها شحس، فرحة عرس شوق وهمس، وشفوف دية تلمس، فزيت لن نسمت صبح. ايها. وحسيت قطرات الندى بلسم تمر على الجرح. الله الله. ولها السبب ظليت ناطر جيتك. اي. ما ادري لا تسأل بعد، حللها انت شماردت، انا اقبل بسيفك اذا يقطع مسافات البعد. الله الله. الله الله. إذا تأخذ الروح بغيبتك. هي. بس كون بيها تنسعد، وأنا بكثر شوقي إليك حسيتك أنت غايتي. الله. وما جابني قوة الهوى، وما أريد أنكس رايتي. الله الله. شوقي إليك فز الطفل، امتاني لمسة شفله، امتاني شفك من يمر. هي. يطرد الخوف بداخله. الله الله. ودقات قلبي ما غفت، روجة ويا روجة تلاطمت، وموقف غريب على الشجر حتى عصافير الصبح تخاصمت. الله الله.
نفسي تريدك بس لك. ايه وطيف الوسادة يدللك، ما ذلت الغيرك إلك ذلت ولا شنهد شديدة بباسها. وحسيت روحي تبسمت فرشت جنحها على الدرب. الله. وحطت حدر جدمك عتب اسحق بجدمك على القلب. اي والله. وظليت انطر والشمس وقفت على راسي رمح. اي والوقت سيف الشقطع ويومي ابي انا انذبح. بالله صحيح. طبع الهوى وده جفا واحلام مد بلا جزر. اسفار يكتبها الهوى، اسفار يكتبها الهوى ودموعنا بلون الحبر. اي واللي يمشي بدروب الهوى صعبة يعيش بلا أمل. والله صحيح. وظليت أنا وحيرتي أتأملك وردة تفتح للندى لو جاتها. الله الله. ياسة على دربك تنطرك ما عدها غير محبتك، واللي يحب يقطع ورق من ياسة. ما تقلي شحكي لك بعد، تمنيت بس مرة تجي وما جيتني العيني رمد. ردتك أنا أشوف الجرح ما ردت من عندك ضمد. وارجع واقول لك لو ترد لا تجيب بشتاك البرد، رايد ربيعك من يجي ينثر على قبري ورد. الله 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 الله. احسنت احسنت يا استاذ يوسف، بارك الله فيك، قصيده رائعه. بارك الله تسلم وتعيش. احبتنا الاكارم سمعنا هذه الابيات الرائعه والجميله من الاستاذ يوسف، وهي انتقاله الى شاعرنا الجميل والمبدع حسين الموسوي. حياك الله يا حسين ومليون هلا. الله يسلمك حبيبي، شكرا لك على الدعوه الجميله. الله يعزك، مشرفنا ومنورنا. الله يخليك، لنا شرف حبيبي. حسين سولف لي عن الحركه الشعريه بالدور او مجمع الدور السكني، بما ان انتم بالمجمع. والله ما شاء الله اكو حركه نشاط قوي. الحمد لله والشكر. جيد. يعني انا كملتقى شعراء المجمع للشعر. نعم. نتكون تقريبا من 7 إلى 8 شعراء براسه المبدع عبد الله القرطاني. الف تحيه لاخونا عبد الله. نائب الرئيس الاستاذ اركان الشبلاوي. والنعم من الاستاذ اركان. ونائب الاعضاء الحمد لله والشكر، يعني مستمرين بلا ماس، ونخطط المهرجان ان شاء الله. موفقين يا رب ان شاء الله. عندنا مهرجانات سابقه. اهم شيء الشباب. لا الحمد لله. اكو دعم للشباب ان شاء الله، والطاقات الشبابيه مدعومه. دعم معنوي. ان شاء الله ان شاء الله، هو اهم شيء المعنوي. هو اهم شيء المعنوي. نعم. ايش نسمع منك يا حسين؟ الى القله من الاصدقاء. اللي يعثر بالمضيف تلومه كل الناس، عثروا ودنقوا وبس سترت عنهم. الله الله. واللي يعثر بربعه ويحكي بالموزين فارغ صيت، هذا وموش خيرهم. بالله صحيح. خمهم زين اصف اللورد التختار، اخذ غربيل صعف وزين غربلهم. الصحبة هواي بس بالضيج ينعدون، وقت الضيج لك بالفين واحدهم. الله. وصلت المرحلة من انطعن من صحبان، ضم الخنجر وضحكات اسمعهم. الحكى بظهر الرفيج نعاف ما ينعاف، هذا نعاف اصلا هو اولهم. الله. رغم ذاك الطعن وارتاجوا بمكفاي. أيه. ورغم ذاك الالم بس باقه والسدهم. الصحبه هواي ومن تجيك بجيب فارغ صعبه تكسبهم. ولفك مو وفي ودعه بقلب ميؤوس، يوسفهم نبي وبالبير ودعهم. الله. صح طايح وجدم هواي شابع رض. اي ورغم ذاك الالم بس عاد رد انهض. الله الله. انا تمنيت اطيحا وبحضن خوان، انا طيحون اخوتي وقل الصوت الحظ. الله. شفت بيهم بياض الثلج بس عرقان، الثلج من يعرق يذب واهسه الابيض، واذا اخوتي اللي يذمني بظهري ما مريود. اي والله ما مريود. خليه يقعد يذمني قباله عند افرض. الله. واذا اخوتي اللي يذمني بظهري ما مريود، خليه يقعد يذمني قباله عند افرض. اي ايش كثر فزعت اخوتي وما شفت وقفات، وخيرهم قبل ما فزعشوا ينقض. الله. وصعدوا على شتاف ولاحوا العنقود، وعيروني لان ما شفته من ينقض. الله. اللي عاشر ناس ما تعرف توافي يموت. ايه. تكسف ريته بس هموم وشو تعرض. الله. منو مثل انتش على الماك ومن يحتاج. انا المهم جرحى وعادي يتمرض. الله. انا ما اريد اغربل واعزل الصحبان، لان صعب من اشوف صاحبي وينخض. الله الله. اغض نشوف من المحرف يجي خون، بس شلون اغض احساسي ما ينغض. الله. مو ندمان وش فايت لي عن ندمان، انا بي الندم لشتاف واصل عض. انا بي الله الندم لشتاف واصل. الله يا حسين. الله يحفظك. الله الله. مبدع. نسمع منك بعد قصيده اخرى. ايه شنو تحب، غزل وجداني؟ براحتك. انت كلك على بعضك مبدع حلو. اجيب جروحي كلهن واقعد وياك. اي واقول لك ذن منك وافتح عتاب. الله الله. وارد مجروح فوق جروحي مرتين، طينت عنا يمك وارجع تراب. صحي روح بس مو ثوب الفراق،
قلق بالروح لازم يرجع الباب. الله كنت وياك صحي روح بس مو ثوب الفراق. الله صحي روح بس مو ثوب الفراق قلق بالروح لازم يرجع الباب. صرت وياك اعوج منك الصوت الخنجر لو عدل شاعد القراب. رحت مو عذر شايل ذنبك وياك وانا ذاك الغشيم اللي يرسم اسباب. اللي يطب بقلبي لازم يحسب حساب يطلع منه بس مو مثل ما طاب. صح تفز روحي قبل لو اسمك انقال ودنق هسه ذا طاريك انجاب. الله الله اذا مو يمياه يناوشك صيت الجرس يفيد اذا ما رافق الباب. اذا مو يمياه يناوشك صيت الجرس يفيد اذا ما رافق الباب. اصعد فوق ما تسمى مهيوب السهم لو صعد فوق الصيد ينعاب. الله الله انزل وما اسمى معيوب جدم قبان كل ما انزل انهار. الله الله اصعد فوق ما تسمى مهيوب صح السهم لو صعد فوق الصيد ينعاب. وننزل وما اسمى معيوب جدم قبان كل ما انزل انهار. عود بظهر عود بعشي تعبان وتوني مكمل وفاجئني حطاب. الله الله يخليك مبدع يا حسين احسنت واجد قصيده رائعه صور شعريه حلوه ذوقك الرائع انت كلك على بعضك مبدع ورائع. بارك الله بيك يا طيب احبتنا لكارن سمعنا هاي الابيات الجميله والرائعه وهي انتقاله الى شاعرنا المبدع والرائع اركان الشبله. وحياك الله استاذ اركان يا مليون هلا. الله محييك الله يخليك يا الف هلا على هذه الاستضافه الجميله. الله يعزك شكرا لقناه صلاح الدين وشكرا لحضرتك وللكادر. الله يعزك يا مليون هلا نكون خفيفي الظل عليكم وعلى المشاهدين مشرفنا ومنورنا. الله يخليك بالبدايه احب اسالك عن شعراء الدور. نعم. اكو عندكم اسماء برزت شعراء المجمع. نعم شعراء المجمع. شعراء المجمع الشعراء اللي عرفناهم يعني. نعم. من خلينا نقول 2013 جيد باقي نفسهم مثل ما هم خلينا نقول يجون بس مو ذاك يعني مثل ما كانوا قبل. نعم. يجون بكثره هسه شوي قلت فالباقيين هم عبد الله القرطاني سعد. نعم. يوسف السلمان الف تحيه لهم جميعا موسوي. نعم. ومحمد الدريسي ويغضان الشبلاوي يغضان الربيعي ألف تحية الله وتاج الحنين هذول الأسماء اللي هم بالمجمع اللي بالمجمع متواجدين ودائما بالنشاطات يتواجدون أكيد يكون لهم نشاطهم أكيد. نعم شو نسمع منك يا طيب؟ قالوا كل جرح ما يطيب إلا ضماد. قالوا كل جرح ما يطيب إلا ضماد وأنا أعرف جروح النهر ما تنشر. الله الله دمع بير ضميت بوكاحة عين وقطعت الحبل ليبان ميها بخد. الله ومشيت ويا واهس حزني مدري لوين. ايه لا همتني كلمة ولا قلت لحد. الله الله اجمعهن جروح البية والشمضيم وهموم وقهر واهات ما تنعم. اي بالله اجمعهن تهيم الروح بنفاسك وانا المخنوق تاركني الهوى ورد باب عني وسد. الله الله تهيم الروح بنفاسك وانا المخنوق تاركني الهوى ورد باب عنه وسد. الله وتخيل وتخيل الدنيا بلون شعرك لين ويموت الضوء بعيوني لون اسود. كل هذا وحسك جوا روح الدور. اي افك شباك قلبي والعشق ينهد. الله الله واشبع شوف منك بي كوم طيوف. اي طيف هناك يضحك طيف متمرس. الله الله يا الكلك حسن ما تقول لي شو اوصف بيك. اي بالله ما اوصف جمالك خوفي تتفرح. الله الله امد خلقي باثر ممشاك بلكي تعود بلكي تعود تلقى النظر بي على الدرب ينشد من يعرق نهر بحسابه يعني فراق. اي غيمه يصير ما يرجع لون يبرد. الله الله يرويني بجمالك خان بي الشوف جيتك. ايه؟ والسراب اثنين هن موجد. الله الله رايد شوفتك ما رايد اعلم بيك. ايه؟ رايد لمستك بي الجمر يخمر. الله ترجع روج بي وانا كومة ماي. اشمح لا نسوى لو صار جزر ومد تنسين الجروح الما حواها ضمان واقول لك اصطفين احسبها سد بسد. الله الغيرك ما جرى دمعي ولا اهل ولا هل ولا احبابي لي دونك ولا هل قمرنا وغاب بغيابك ولا هل جفيت وعيدت شماتي بي. الله 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 احسنت وابدعت الله بارك الله بيك استاذ اركان. تسلم وتعيش. الله يخليك قصيده ابو ذي اكثر من رائعه. الله يسلمك رحمه الله. تسلم يا طيب عيوني. احبتنا لكارم سمعنا هذه الابيات الرائعه من الاستاذ اركان الشبلاوي
وهي انتقاله الى شاعرنا الجميل والمميز والصديق والحبيب محمد الادريسي. حياك الله يا محمد. حياك الله. يا مليون هلا. حياك الله وبياك الاخ العزيز الشاعر المبدع حارث ياسر. يا مسيت العافيه عليك وعلى كادر وعلى مشاهدي قناه صلاح الدين الفضائيه، ويا ربي نكون خفيفين الظل ونرتقي لمسامع الساده المشاهدين. يا الف هلا، يا الف هلا. حيا الله نبارك. محمد سولف لي عن شعراء صلاح الدين اللي بجيلك، ما اريد نبقى بالمجمع، خلينا نطلع من المجمع. خلينا نسولف على صلاح الدين بشكل عام. والله هي بصوره عامه صلاح الدين يعني بهاي الفترات الفاتت اللي هي خلينا نقول عليها جيلنا. اي 2013 2012 13. اي للاسف حثت يعني شقاقات وحثت مشاكل وهاي فتباعدوا ابناء الجيل. نعم. فأنا بحكم عملي أو بحكم سكني وكثر السفر هي. فما خالط الجيل يعني ما عندك احتكاك بالجيل وإنما يعني جيلي من جيل من المجمع السكني هو العزيز والقريب على قلبي حسين الموسوي كأقرب واحد هو نفسي من جيلي والله يذكره بالخير سامر البدر تحياتنا إلى سامر يعني شعراء جيلي يعني كانوا في أكو بيوم تركوا المسار الشعري واكو سبب قلة الدعم طبعا لا زالوا مبدعين ان شاء الله بسبب قلة الدعم يترك اكيد بقلة الدعم وسبب الظروف المعيشية والاحداث العصفت بصلاح الدين عسى الله لا يرجعها ان شاء الله اللهم امين يا رب اي والله ايش نسمع منك في البداية اسمع وهي الدنيا من الدور مثل المقبرة وتحتاج ريحة شاب موش بخور الله الله وهي القسمة قسمة الضيم تقعد فيت بس للشين وتلقى الزين عاش بخاطر المكسور الله الله خلص عمري أطش أعذار وقصص صحباني شحت ماي هي. من عدها وعرفت الناس كان صحراء بيها البير طلع نار الله. بعشرتهم تهت ظليت محتار عشت ببال تايه موش مرتاح اي بالله أنا مناطر عضيد اليوقف وياي وقدر للمواقف قدرت وشاح الله الله أدور لي على صاحب يشبه البير ايه؟ لقيت البير لكن صاحب الشاح الله الشين ولو عثرت الشاي تهواي اي بالله بس ما يلقتك وزين لو طاح الما يوقف لخوته بشدة وبضيج تصير الوردة يما بسعر السلاح الما يوفي ويا ربعه ولمن يموت ما يلقى الثغب بجناس توناه أيه. الله المال الله لسان المال لسان هم تحتاجه مرات أيه. تلقى بعين الاخرس نبرة صياح طبع فلاح قيس اللي يمشي وياك ترى الدفوان هم محسوب فلاح وهي خلصانة اشتظل تحاتها ايه تفوت كل من هو يحسب فاتها الله الله عيش بيها ولا تحس روحك كبير القمة تنشاف بفضل باياتها ولا يغرك جيبك يوقعك ذليل صح الناس ميتة عاشت حجاياتها الصيت والهيبة يدورن عالثجيل اي بالله هيبة تتفقى فعل جيلاتها الله الله النار مكروهة ولكن لها حيف ايه الدلة ما تعمر لو انشوياتها كلمة الزلمة شوارب بالمضيف الله كلمة الزلمة شوارب بالمضيف وبالفعل تعلى الزلم هاماتها ولا تثرثر بالحديث ما يفيد القصة تحلش ما تقل طياتها الله ولا تذم الأسود شماهل عليك لا تذم الأسود شماهل عليك زينة الكعبة بسواد عباتها الله الله لا تعاتب دنيتك دارت عليك الدنيا دارت علي دور فتاتها الله سلامتك. الله يا محمد عزك الله احسنت مبدع والله الله قصيدة رائعة الله يحفظك بارك الله فيك يا طيب الله تسلم وتعيش الله يحفظك احبتنا الأكارم سمعنا هذه الأبيات الجميلة والرائعة من شاعرنا المبدع محمد الإدريسي راح نروح فاصل قصير ومن بعدها راجعين وحياكم الله
دمعت بيجفون العين لا جاءت دمعت بيجفون العين لا جاءت وعسى ذكرى فراق الولف يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا خذ الصبر الدليل خذ الصبر الدليل وعاد لا تجيهت الواهس على فرق الأحباب يا ولد الليل عنا وقبل الظهر وانت يعني يم يا يم يا ولد عنا عنا بعدك عنا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا بعدك عن اهل القلوب السود يما يا ولد لا 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 بعدك عن يا ولد. حياكم الله احبتنا المشاهدين الاكارم، رجعنا لكم من بعد الفاصل مع شعرائنا المبدعين والعودة مع الأستاذ الشاعر يوسف السلمان. حياك الله أستاذ يوسف مرة ثانية. أستاذ يا مليون هلا أستاذ يوسف. سولف لي باعتبارك أنت من الرواد من القدامة مو جديد، الشباب شنو وجهة نظرك إلهم؟ شنو دعمك إلهم؟ سولف لنا. والله أنت تحتوي الشباب قريب من الشباب. أنا قريب عليهم نعم، وواحد منهم حقيقة جيد وأعتبرهم أخوتي ولدي. هو طبعا ضروري انه ندعم الشباب. اي والله حتى نطلع بجيل جديد. اكيد احنا ما يصير نبقى على اثنين ثلاثه القدامى اللي بالمحافظه، لازم نطلع جيل جديد. بالضبط. صح بالضبط. والله انا مواكبهم يعني وحقيقه يعني يستفادون مني واستفاد منهم. جيد، فائده متبادله. اي بالضبط. اي واتابع لهم مواضيع بالقصيده يعني مواضيع ترفعهم. نعم. باعتبار خبرتك يعني لأن صاحب خبرة بهذا المجال. اي والله. فمن ناحية وحدة الموضوع، من ناحية صياغة الجملة ممكن، من ناحية الصورة الشعرية. نعم. نتناقش بها، وحتى اني قصايدي يعني تأخذ رأيهم. جيد. إيه بالضبط. جيد. جيد. إيه. واحد منهم اني ما اتميز عنهم. هذا يحسب لك طبعا. الله يسلمك. الله يعزك. عايش وياهم بهاي الطيبة وهاي الأخوة وهذا الملتقى اللي يلمنا. نعم. حقيقة يعني احنا نرتاح له واحنا نعيش به. نعم. قريبين عنا. نعم. احسنت بارك الله بك. ايش نسمع منك مرة ثانية؟ راح اسمعك قصيدة عن الجروح. عن الجروح؟ اي. ايش قلت بيها؟ ضيفت الجروح جايته خطار، فرشت بساط ملحك رحبت بيهن. الله الله, الله. حفاي واجن يمشن برملة قيض، معقولة تريد النوب تشويهن؟ الله الله. شمن ريحتك والتمن الملقاك. اي. يدورنك حضن والنايب تشيهن، كبير البيه نعمة والتقود صغار، من يعثر يصرخن شيطخ بيهن. الله الله. يبكن والمناشق يشرب الدمعات، نواظرهن غروب الشمس تجليهن، ينامن يحلمن يلتمن مكيفات، وما ادري ايش يجيهن ما اصحيهن. الله الله. ادور لهن رفاقه يشيغن من الاه، بلك جروح اكبر حتى واسيهن، وسلحهن مكابر اي بلايا سيوف، ووقفهن بوجه الضيم وادريهن يشربن من مزن دمعي حن النوب. الله الله. وحلوق الحجن سر بمحاشيهن، انا جروحي اللي مثل جروحك صغار، انا جروحي اللي مثل جروحك صغار، يضحكن يرقصن بفراح تلقيهن. عند جروح من تعطش تريد الماي، اعصر من سراب القاع وانطيهن. الله الله. والشمهن وصيح ويلوني نحاه. والشمهن وصيح ويلوني نحاه، وقلبهن جمر والشاه غنيهن. الله الله. جاي اليوم حتى تقلي عند جروح،
قديمة جروح بالدمعات نبكيهن. اي بالله. انا بكف الضوء لاجلك سطرت الليل. انا بكف الضوء لاجلك سطرت الليل. وضميت النجوم الردت تطفيهن. تجيب جفوفي حتى تقد لك قمصان. يقابل انا يوسف حتى بريهن. الله الله. تجيب جفوفي حتى تقد لك قمصان. يقابل انا يوسف حتى بريهن. جاي النوب تحكي لي عن الاخلاص وتمشي سوالف انا حاكيهن. طبع ذيب عرفتك من بعت لك شات حتى نياب غدرك بيك تبريهن. الله وسلامتك. احسنت احسنت احسنت. بارك الله بيك استاذ يوسف العزيز. الله يسلمك. قصيده رائعه. أستاذ. تسلم وتعيش. انت الاروع. الله يبارك بعمرك. الله. حبتنا الاكارم بعد ما سمعنا هذه القصيده الرائعه من الاستاذ يوسف السلمان راح ننتقل الى شاعرنا المبدع والجميل حسين الموسوي. حياك الله يا حسين ويا مليون هلا. حياك الله يا حبيبي. حياك مره ثانيه والف هلا. حياك الله حبيبي ابو وطن. الله يعزك حسين المبدع. الله يسلمك. سولف لي حسين الاعلام خدمكم والله. البرامج الشعريه المختصه بالشعر. الاعلام صلاح الدين منشي يعني صراحه. كل صلاح الدين. نعم نوجه لك شكر على هاي الله يعزك. لانه هاي البرامج شوي يعني تنفع عن الشعراء وتخدم الشعراء بالخروج يعني. صلاح الدين البرامج قليلة والدعوات يعني يجوز تعرف أكثر منها. نعم. الدعوات ما تكون على الإبداع على الأسماء على الأسماء بها محسوبيات و... أكيد أكيد علاقات وساطات ما قصد على برنامج. لا إحنا ما نقصد أحد بشكل عام. نعم. صلاح الدين. نعم. يعني أنا أشوف كثيرا من شعراء المبدعين بصلاح الدين من الشباب صحيح. يستحقون الظهور لكن أكو غيرهم جاي يطلع صح. صح. هو مو صح. مو اهل لهذا صحيح. الظهور بالضبط هذا القصد. فيعني انت ترى انه الاعلام ظالم شعراء صلاح الدين بشكل عام بالاخص الشباب. اكو تقصير هم من بعض الشباب شعراء يعني احنا ما نذب الصوت كله على الاعلام. شنو التقصير من الشباب؟ يعني اكو شعراء انه ما ينشر اكو شاعر يكتب ما ينشر اكو شاعر يكتب ما يتحرك اكو شعر يعني مو نشط ما يطلع مو نشط. اها حلو. ايش نسمع منك يا حسين؟ سمعك وجدان تقول كنت خايف تمل ومن صدق تزهق. كنت خايف تمل ومن صدق تزهق. ومن صدق تزهق وصار الخفت منه وبعد ما تلحق. الله الله. قلت لك اعتق بعشرتنا ما تنعاب الرسائل تغلى كل ما بالمجر تعتق. الله. قلت لك اعتق بعشرتنا ما تنعاب الرسائل تغلى كل ما بالمجر تعتق. ايه. وكفيت العتب حتى العلاقة تعيش وعفتن بحجة الما يعتب ملثق. الله الله. كسر بي عفت ليها السما مجبور. ايه وكونك سامع الخاطر لمن ينطق. الله الله. دنق وجهك قبال وقلت اخلاق شال الغير وجهك ليش ما دنق. ايه مو مالت عشق مالت خيان الناس الندم تاليتك اش ما حاولت تعشق. الله. كنت لما تجيني وتوصل على الباب قبل لا تدق واعرف بابنا اللي يندق. الله الله. عدل لا يغرك تنفس ترس ريتل هو بس ميت المطبق. الله. مو كل من عرق معناه حار وياك بطل الماي قصته من البرد تعرق. الله الله. مو كل من عرق معناه حار وياك بطل الماي قصته من البرد تعرق. مثل حوش الترك ما حد حسب الحساب. الله الله. فروه بصيف ما مقيود ومعلق ابيض قلبي لكن مو بياض اللون من الوجع يمكن قلبي لون ازرق. الله. انا المحتاج منك كل شي ما محتاج. هي. انا احتاجيت قصه ومن صدق تعرق دمع بي بعد ليها السما مهدود ما هديت خايف على الخلق تغرق عقب ذاك الملاقي. ايه عقب ذاك الملاقي اللي يفطر القاع بعشرتنا علي شي يصير عازل مو من جانبك لو رحت للغير لو من جانبك صدقني قابل. الله الله. شقل للناس راح وراح معذور شقلهم وانت غروك بهلاهل العزيز اش ما يزل وياك معذور. اي بالله. من يعيل ما تعتبر عايل. صح. السوت حتى هيك تبدل الوان يا مدر الصوفر وجوه السنابل. الله الله. وعلم ان الضعف ترهم لتفصال الحلقة اللي تقعد برجل الزواجل. الله. من عليتك اللي فوق حسيت دمع العين حد القاع نازل الرجيف البيخ رخاشة مفاتيح بكثر ما دمع الصاحب جاهل الما يقطع مهر بالعشرة مقطوع إذا ما يحصد المن كان شاتل. الله. الشجرة تكبر ومحصولها يموت جسدها يصير تعلاقة مناجل. الله. ما قايل حسافة بعشرة وياك بس احسبني من الآن قايل عقب ذاك الملاقى اللي يفطر القاع بعشرتنا حسافه يصير عازم. الله 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 يحفظك. الله يا حسين. الله يخليك. الله يخليك. نسمع من القديم. من القديم اذا يعني الذاكره ما تخونك. شربتني هواي
أي. مو مالت تبدين الما وقفت بعينك واقفه بعيني. بالله صحيح. اشربت نهواي مو مالت تبديني الما وقفت بعينك واقفه بعيني. حويتك نار كبره وانا طرف بخور. أي. وصر الدخان ما حد قدر يحويني. الله الله. جاي طيب قلب من كل كتر ملشوم حضن نفاضه يا هجاي تشاويني. الله. شي طيب قلب. شي طيب قلب من كل كتر ملشوم حضن نفاضه يا هجاي تشاويني. الكتن براحتك لما رح السكته. اي. بحيث الظهر لما انذرته ما شفته. كان على الاقل لما تغيب تقول اللي يغيب وما يبرر تنشكل ذمته. عفتني بلا سبب غير افتهم وارتاح. الله. وانا كل شي على مودك من شنت عفته. شلت كل شي ومشيت براحتك تشاليش. ايه. القهر لما رحت خليته ما شلته. الله الله. رحت شنك سجين انفتح يم الباب. ايه. ظل يركض لما انكم اش خاصرته. الله عساك بكل شي ضقته وانت ما ضقته. عساك ولو موقف من رحت عشته. الله. المرسال اللي واصل منك ومضموم رحت متلهف انا ودمعي طلعته. وكضيت الظرف بس عيني على المكتوب وقريته ومن قريته بمقص شيعته. الله. خاطر من كسرته الهسه والقران كل ما اصفن ارجع واسمع بطقته. الله الله. بس صرت افتهم يا رقبه راح تشوف. ايه. خطيتي وسهر ليلي وكل شي جربته. رقبتك ترفه مو مالت خطيه تشيل زنجيل القلاده وقوه شايل. الله الله. رقبتك ترفه مو مالت خطيه تشيل زنجيل القلاده وقوه شايلته معلعل قلبي بس ما تنعرف علته. اي بالله. بس الله الوحيد يعرف سالفته. الله. شوجع قلبي شو قضاها بس ملتوم حلت حرق تالي عرفت الصور لا جمته. بميل حياك جرح تروفه ما يراف. الله الله. بس كلمة تجين اعتقد رايفته. بس كلمة تجين اعتقد. الله يا حسين. الله الله. قصيدة مليئة بالصور الشعرية. مبدع ورائع. بارك الله فيك. تسلم وتعيش. الله يحفظك. احبتنا الاكارم سمعنا هذه القصيدة المليئة بالصور الشعرية اللي تمثل شعراء صلاح الدين الشباب اللي يكتبون الرمزية والصور الشعرية. ايضا معانا الشاعر اركان الشبلاوي. حياك الله مرة ثانية ويا مليون هلا. الله يسلمك استاذ رحم الله والديك. حياك الله وبياك. الله محييك. ألف هلا مرة ثانية. الله محييك. أستاذنا العزيز سولف لنا عن الشعراء أبناء جيلك أنت القدامى. ما نسولف عن الشباب هسه لأن سولفنا عليهم ويا الشباب. أبناء جيلي احنا. هي. قلت لك احنا مجمع صغير يعني ما عندنا. ما عندك اختلاط بشعراء المحافظة؟ لا لا ما عندنا اختلاط. احنا المجمع هسه أنا أعرف أستاذ يوسف. نعم. ايه. فقط أبناء المجمع. اي من جيلي أستاذ يوسف هو أكثر من جيلي يعني. نعم. من جيلي بس أنا سبقك تجربة. اي نعم. أما ما بقية المحافظة ما عندك احتكاك معاهم؟ لا ما عندي. جيد. يعني عندنا مهرجانات سوا. نعم. عندنا خلينا نقول أماسي سوا بس ما عندي علاقة. مو احتكاك مثلا أسبوعي أو يومي. لا أو لا شهري. لا ما عندي. لأنه بعيدين عنك. اي أكيد. نعم. شو نسمع منك يا مبدع؟ ونرجع للجروح. نرجع للجروح. ايش قلت عن الجروح؟ مالي شمتك يا جرح. اي. تلشمني ليش؟ ايش قد أداري وترجع بلحظة وتنس. الله الله. لين صدحكات الجرح قلبه كبير. اي بالله. العاف روحه تنطحن شمر خبز. الله الله. العاش كل عمره حلم بعيون ليل قمره اشواقه مراسيل ويلس. الله. الخان مره ما يهمش قد يخون. صح. ما تطب قلب الوفي الا برمز. وانا من مطير قلبي بلا يخون. اي. اللي ينطي قلبه وينبض قل لي شعر. الله الله. هي شين هي الدنيا ونحس بعيد. أيوة. هي دنيا ما تصدق لها تهز. الله الله. من بخلاقك كبير الظل كبير. اي بالله. مو كبير حجاي وفعالك تشز. الله الله. ما تهمني القسوة همتني الدموع. أي. هي دمعة وليش من توقع عفز. الله الله. ورجعت لك وادري بيك شقد بعيد. اي. حافظ اللي مات منهن محترز. ما نسيت العشاء بس ناس الامان ومن يأمن بالطريق البي لغز. أيوة. غير حافش دام خلصت شن طريج. أيوة. وهنا المعارج جدا بيك ارتكز. الله. خطوة خطوة رايد وصل للأمان. معلم الرجلين ما تمشي قمص. الله. من حضنتك درع الصدر حديد ففت لاسد شين غدرك تنغر. الله الله. قلت قسمة قسمة شكاتب الله انت تشوف. أذبح الشيطان لو فكر يوز. إيه فقير الحال قانع وادري زين اش طلع الدباغ من جلد العنز. الله الله. حمد الله.
احمد الله شي يجي من ربي كبير. نعم. زور بعيون القناعة تشوفه بز. الله الله. مثل قلبي وجوه صادفته كثير. اي. كنت أمن بهن وهسه فرز. الله الله. ورد أقول لك آخر حكاية وأروح. اي. لا تأمن بالطريق اللي لغز. الله. ذلك تأمن طريقه بلغز. الله الله. الله الله. نسمع بعد من القديمات إذا ما تخونك الذاكرة. نسمع. والله أنت تستاهل الجديد. الله يعزك، جديد وقديم كلك على بعضك مبدع. جديد. اي نسمع جديد. الله يخليك. تعبتش قد ما خلي لحضرتك عذار وذب كل الجروح اللي يعصر. الله الله. ترى حدش الصدق مكروه من ينقال بغير المستحى لسان شي كتف. الله الله. عش الدفان لأسرارك حفرت قبور أي. ومحيت الأثر حتى انت ما تعرف. مع الأسف. عش الدفان لأسرارك حفرت قبور ومحيت الأثر حتى انت ما تعرف. كذبت على روح وقل السر كبير ايه وانا اعرف نهر والواد متغرف. الله الله. نفس الفره هي الرح والنار الفرق بين الطحن والشالك بكف. الله الله. ممكن لك صعب ويشابه الاثنين الكلمه الثقيله وكلمه الخفه ما مجبور تعلى وانت نص جناح. اي بالله ما مجبور وطول الجنح العبره بالرفه. الله. مليت الحكي كأنك نفس دخان أبيض ملتشه قو صدرك يزرفع. الله الله. عشرة لو شفت بس لليموت تلوم ايه. عريس النفن شد فيدك الزفة. بالله صح. قلت لك لا تصد للأعلى منك شاه مش ما ترفع خشم ما توصل الجفة. الله الله. لا همك حجي لا همك اللي صار ضيعت السفينة وتاهت الدفة. الله الله. هواية صنعت متواضع ومظلوم ايه. والبايق حلم إنسان شد وصفه. صح. عساك عساك ومدري شدع عليك كلهن بيك أيه. ينشأ القلب تيزاب بين الظفر. الله. سالفتي مدري شلون أقضيها وياك أيه. ريت بجرح مسموم لبدر بخلاك. الله 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 الله. أحسنت وأبدعت. الله يخليك. بارك الله بيك. تسلم وتعيش. الله يخليك. ذكرتنا بالختام بلون الدارمي. أيه. هذا اللون الجميل. نعم. الرائع. نعم. طبعا أنا من النوع اللي أحب الدارمي القصصي يعني يكون قصة. نعم. فيوم من الأيام محاورة بين أم وابنها. نعم. جت لقت ابنها صافن والدمعة بعينه مغارق مثل ما يقولون هن. فقالت لبسك يا بعد الروح واترك هواهم قابل تموت الروح اي من وراهم. الله بسك يا بعد الروح واترك هواهم قابل تموت الروح اي من وراهم. قال لها طبعا اموت الروح شاذول الاحباب المن تعيش الروح لو هم غيام. الله عليك. هو يرد لامه طبعا اموت الروح شاذول الاحباب المن تعيش الروح لو هم غيام. قالت لمحد ورحد مات ما سامع بهاي يلا امسح الدمعه تقوم امشي وياي. الله الله. محد ورحد مات ما سامع بهاي يلا امسح الدمعه تقوم امشي وياي. فقال لها وين امشي يما وياك بس فهميني غير اللي هوت الروح ما تهرو عيني. وين امشي يما وياك بس فهميني غير اللي هوت الروح ما تهرو عيني. فهي ردت لامه قالت لا تهوى عينك راح ذيك ام ظفيره صحيه بتفلاح بس هي ميره. لا تهوى عينك راح ذيك ام ظفيره صحيه بتفلاح بس هي ميره. امشينا خلنا الروح البيت اهلها مشكلتك انا اليوم لازم احلها. اخذته وراحت دقت الباب. تدري قبل اهلنا ناس بسطاء دقت الباب فابو البنيه قال ياهو. قالت له خطار جينا اليوم وقصدنا بيتك بالسلف طش يا اخوي بالكرم صيتك. فابو البنيه ردالها قال لها خطار مو خطار لا هذا بيته ولو طلب مي العين والله نطيته. خطاري مو خطار لا هذا بيته ولو طلب مي العين والله نطيته. فقالت له يلمتوا اصل الطيب من عدكم انخاذ دار لها القهوة جاب القهوة العربية. فالأم والابن خلوا الفناجيل بالقاع. تعرفون لما ما يشرب القهوة معناها اكو طلب. فقال لها ابشري بالجاية بيه ابشري باللي جاية بيه. فقالت له يلمتوا اصل الطيب من عدكم انخاذ
يلا انتو اصل الطيب من عدكم انخاذ اطلب بنتكم جيت لابن البكر هذا اطلب بنتكم جيت لابن البكر هذا وسلامتكم الله يعزكم ويحفظكم الله يبارك فيكم احبتنا الاكارم راح ننتقل الى شاعرنا المبدع والجميل محمد الادريسي حياك الله يا محمد ويا مليون هلا ودوم يا هلا فيك يا الف هلا حقيقه قصائدك رائعه ادائك رائع كلك على بعضك حلو فشو تقول لنا اليوم شو تسمعنا يعايفني بعمر 20 منك بس شفت خيبة اي بالله صغير بس كلان الشير من عاين روح اقول لا هاي مراي تمشي الله الله اصبغ يروح الشيب اي واكشخ لك بعيد بالله بس وجهي قل لي شلون شصبغ تجاعيد الله الله اش ما اعاين اي ناسي كلهم يشبهوك وما افرزن بينك وبولايتي اي كنت اشوفك بيا بس هسه وراك بيا وجه احكي من اشوف مرايتي الله الله غورجت عيني ونقط من عدها شوف هوايه النبياها وصف حالتي الله فحطتني حروف كلمة بس تعال وبانتظارك طق لميل بساعتي الله الله ورحت لي هسه ما ظل لي راي هي. حتى ما تمشي على نفس حكايتي تواردت ويا الندب وقت الربيع نقطت حيلي وعشت بوشالتي بيا من دونك يطق عرج البياض وشيبت بعدك تخيل شانتي الله الله يا بعد حيلي ويا حيل امي وابوي الغيري ما ترهم مسجل مالتي من وراي الوادم تقصدك مزار من وراي الوادم تقصدك مزار من كثر ما منك اطلب حاجتي الله الله بيا حلفك وانت بيا وانت شوف بيك معناها منقول ابداعتي تعب خلص جفاك وموش يا راح شام الطر سلفنا وصاح يا راح يا راح الهوى من تنفس ببعداك يا رح شهيق وجنى يرنموس بي الله 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 بعد نسمع قصائد اخرى غير هذا اني واذا تريد ابو ذيات تسترسل اتمنى عذرك والجرح بيشي طيب عين على دربك صافنا وتتحسر الله الله لما انطلعت وياه انا تمنيت روحي على عتبة بابكم تتطشر اي بالله اصبر وقنع الروح بلشت انساك حظ ونصيب وقسمه والله القدر اي بالله ما غزرت وياك عشرة من سنين لو ادرى رشك هور حتى تغزر الله الله يا الماشي بيا وهسه من عندي مشيت اي مو كنا احنا اثنين شنه تغير صح اتذكرك واشتاك كل رمشة عين لو هسه انت وياه ما تتذكر كنت على بالي وهسه ما باقي البال امنيتي عرفن بيش هسه تفكر الله. الزفه والنيشان مشي التابوت مو قلبي انا عليك شوف يتفطر الله. لما كنت وياي كنت تمشي بزود هسه انا دونك بالخيال اتعذر الله الله من كثر ما حبيتك وانا هواك اي النيه ما تنشاف شفتك بيه محتاجك بحاجه الطفل يم تابوت امه ويفكر غاف يا يصحيه الله الله حنيت لك ولذيك لازمات الايد ما ادري غير الايدك يحنيها مع الاسف يا الغير شايف وانا لو اشوفن غير عينك بدي اثنين عين عميه الله لما يجيني الليل ابقى نحتار انت ورحت احلامي بيش ابنيه اي بالله ما تنتهي بفراق قصتانا وياك جو التراب وياك قصتني الله الله احسنت يا محمد الله بارك الله بيك الله تسلم وتعيش تسلم وتعيش يا طيب احبانا الاكارم حتى ما ننسى تحياتنا الى فرقة تشوبي الاصيل وإلى الفنان الكبير ضاري العبيدي وأيضا العازف المبدع والرائع علي الفهداوي وعازف الطبل حسن الزوبعي وعبد الرحمن العبيدي أحبتنا الأكارم حتى نوصل رسالة أن أبواب برنامج نسيم البوادي مفتوحة لكل المبدعين من شعراء وفنانين ونستقبل كل إنسان يجد بنفسه الموهبة ويستحق الظهور وبالختام لا يسعني إلا أن أقول تقبلوا تحيات كادر العمل وأنا محدثكم حارث الياسر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.